قرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بناء على رغبة الحكومة الموقرة. وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الحساب العمومي للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلا من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية. كما نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.